بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل السادس لمكرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن لوغاريتمات ال ال ار يو التقريبية وطرق التصفح المثالية. تعال نتكلم مع بعض وبنقول إيه؟ بنقول خلي بالك، بعض الأنظمة لا تدعم ال ال ار يو دعم كامل، وبعضها ممكن تدعمه دعم كامل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن بعض الأنظمة القليلة قوي هي التي إيه؟ تدعم الهاردوير لل ال ار يو. طيب الباقي طبعا لا يدعمه دعم كامل. طيب الحل ايه يا جماعه؟ الحل ان احنا نمشي مع ال ال ار يو ونطبقه بس بطريقه تقريبيه، يعني مش كامله. جميل. طب بيتم الكلام ده ازاي؟ بيتم الكلام ده بطريقتين، طريقه اسمها الريفرنس بيت او البيت المرجعيه، وطريقه تانيه اسمها السكند تشانس او الفرصه التانيه. هنتكلم عنهم باختصار. الطريقه الاولانيه الريفرنس بيت بتطبق ال ال ار يو، ولكن بتعمل ايه بقى؟ بتحط لكل بيج يا جماعه بت مرجعيه، بدايه قيمه البت دي بكام؟ ها، بصفر. جميل. طيب في حين لما البيج ايه تبقى متجهه انها تقعد في الايه، في الذاكره، بنخلي البت بكام؟ بواحد، او بنعملها عمليه ايه، سيتنج. جميل جميل. طيب وعشان كده بنقول اول ما البت تبقى بواحد معناها ان البيج ديت قعدت في الذاكره، وان هي ايه، ها، وان هي موجوده. طب لما كانت تبقى في حاجه للفريم، او تبقى موجوده، او في حاجه انها تقعد، اكيد البت هتكون بصفر لانها لسه ما قعدتش فيها. يبقى اذا هو نيفر نيد تو سيلكت ا فريم. لما احنا لسه هنسلكت الفريم بتاعها سيلكت 1، طبعا هنختار البيج اللي الريفرنس بتاعها بكام؟ بصفر، لانها معناها انها ايه، ملهاش مكان. معايا؟ دي طريقه تقريبيه ترتبط بمين؟ ها، بالصفحات اللي هنطبق عليها ال ار يو. جميل. في طريقه ثانيه اسمها السكند تشانس، بس الطريقه ديت مرتبطه بانها معدله من اف اي اف او، وبرضه بتستخدم الريفرنس بت او البت المرجعيه. وفيها يا جماعه بنقول ايه؟ بنقول ان اقدم بت بيبقى البت بتاعتها، الريفرنس بت بتاعتها بواحد. اقدم بت، اقدم بيج عندي الريفرنس بتاعتها بكام؟ ها، بواحد. نقول تاني، اقدم بيج الريفرنس بت بتاعتها بكام؟ ها، بواحد. في الحاله دي زي ما انتم عارفين في الاف اي اف او احنا بنبدل البيج القديمه، الصفحه القديمه، لكن في الطريقه دي احنا بنديها فرصه ثانيه، سكند تشانس، ما بنبدلهاش على طول، ما بنضحيش بالبيج القديمه على طول، لا، بنبقى ايه، بنعمل لها سكند تشانس، بنديها فرصه ثانيه، وبنخلي البت دي بعد ما كانت بواحد تبقى بكام؟ ها، بصفر، ونقول لها مش هنعمل لك ريبليس حاليا، احنا هنعمل ريبليس للصفحه اللي جنبك. يعني بنديها فرصه ثانيه للحياه والبقاء فين؟ في المهم. معايا يا جماعه؟ جميل. طب نكمل مع بعض ونقول في بقى انواع من الاوبتمايزيشن او الطرق الايه، التقريبيه في عمليه البيجنج. بمعنى ايه؟ بمعنى طريقه تقريبيه. بمعنى ايه؟ بمعنى طريقه تسهل الامور شويه، تسهل العمليه شويه. بمعنى يا جماعه، لنفرض ان في بيج تم التضحيه بيها وخرجت منين؟ ها، من الميموري وراحت قعدت على الديسك. جميل جميل. طيب لو حصل ان البيج ديت تم خروجها مره ومرتين وثلاثه وراحت قعدت على الديسك، مش لازم نحمل لها هيستوري بقى؟ صح مش كده؟ لازم يبقى لها هيستوري، لازم يبقى لها ايه؟ ها، معرفه عندنا هو مين اللي ضحى بيه قبل كده؟ مين الفيكتيم اللي خرجت قبل كده؟ ليه؟ علشان لما بيج فولت يحصل، ها، نبقى متوقعين ان دي هتخرج. بيسموا العمليه دي يا جماعه البيج بافرنج. او ايه، انك انت بتتذكر وتفتكر، طبعا مش انت، ده نظام التشغيل بيفتكر وايه، ويتذكر البيجز دايما اللي كانت فيكتيم، اللي كانت بتخرج دايما، عشان لما بيحصل، لما بيج فولت بيحصل يبقى ايه، يختارها عشان يخرجها. طيب في طريقه كمان يا جماعه اسمها البريمبتيف سوابنج او التبديل الاجباري. يعني ايه تبديل اجباري؟ يعني اجبار ان البيجز تخرج دلوقتي، مش كده؟ وبايه بيخرجها؟ منين يا جماعه؟ بيخرجها من الميموري ويقعدها على مين؟ ها، على الهارد ديسك بصوره مؤقته. جميل. امتى الكلام ده بيحصل؟ بيقول لك في جهاز اسمه البيجنج ديفايس بيبقى مسؤول عن عمليه التصفح وعمليه التبديل دوت. لو الجهاز ده ايديال، ايديال يعني، يعني ممكن تقول ان هو في حاله توقف. معايا؟ ايه اللي بيحصل؟ يقول لك والله لو في حاله ايديال يبقى من الاحسن ان انا ما اعملش بيجنج، ما اعملش تصفح، مش كده؟ واخد البيج، ها، منها نسخه واحطها مين؟ على الديسك. جميل. بيقول لك بقى ايه، طبعا الاستخدام الامثل لجهاز التصفح دوت، ها، بيقلل الحاجه دايما لعمليه السوابنج. كل طبعا ما عمليه السوابنج بتقل، كل ما البرفورمانس بيعلى.
مش كده؟ ما تنساش ان السوابنج ده يا جماعه بياخد وقت. طيب مش كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.